بحضور اللواء ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق 12 لهذا الموسم الذي أقيم على كؤوس وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقام سعادة هاشم محمد بن محمد الجودر بل هشام بن محمد الجودر بتتويج الفائزين بكؤوس وزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث قدم كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز جعفر مرزوق، وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، ثم قدم كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، فيما قدم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة.